بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. تحتل بعد أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، اللي هي أصلا بتحتل المرتبة الثانية من حيث كثرة الرواية، رواية الحديث بين كل الراويات عموما وبين أمهات المؤمنين خصوصا، بتيجي بعد كده ستنا أم المؤمنين السيدة ميمونة، وبيجي كمان أم المؤمنين السيدة أم حبيبة، وأم المؤمنين السيدة حفصة. كل دول بيجوا بهذا الترتيب بعد ستنا عائشة وستنا أم سلمة في رواية الحديث الشريف. وده اللي بيأكد دور أمهات المؤمنين اللي هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الحديث الشريف، في حسن تلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودقة البلاغ الأمة به رضي الله تعالى عنهن. السيدة ميمونة بنت الحارث هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي على فكرة أخت أم الفضل اللي هي زوجة العباس، العباس ده يبقى عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أخت زوجة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستنا ميمونة أم المؤمنين هي برضو خالة سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هي تزوجت، أول ما تزوجت كان مسعود ابن عمر الثقفي، ده كان قبيل الإسلام وسابها، وبعد كده تزوجها أبو رهم بن عبد العزة فمات عنها، وبعدين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من عمرة القضاء، ده كان حوالي سنة 7 هجرية، في يعني في عام 7 هجرية تقريبا. وكانت ستنا ميمونة رضي الله تعالى عنها هي من سادات النساء،
وشهدت لها السيدة عائشة بذلك. يعني خير شهادة على ذلك ما ذكرته ستنا أو عنها ضرتها ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت بتتكلم مع ابن أختها، ابن أخت ستنا ميمونة اسمه يزيد بن الأصم. ويزيد ده كمان هنشوف هو كان من تلامذة ستنا ميمونة في رواية الحديث. هي كانت بتتكلم ستنا عائشة، حصل موقف كده مع يزيد ابن الأصم، وأقبلت السيدة عائشة بتلومه في أمر ما، هو يعتبر كده ربيب بيت النبوة يزيد بن الأصم، فهي شافت منه موقف ما لقيتش هذا الموقف أو لم تجد أن هذا الموقف موقفا ملائما، فبدأت تلومه أنت بتعمل كده ليه. وبعد ما خلصت لومها وتوجيهها هو بيقول يزيد بن الأصم ثم وعظتني، بيقول على ستين عائشة، فبيقول ثم وعظتني موعظة بليغة، ثم قالت من ضمن بقى تبكيتها له على الفعل التي عملها، ثم قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ليزيد بن الأصم: أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ لأنه كان على طول عند خالته ميمونة وداخل في بيت النبوة وقاعد فيه، فبالتالي هي بتلومه، ده أنت يعتبر ربيب بيت النبوة من ضمن ما هي بتلومه، إن الله سبحانه وتعالى جعلك في بيت نبيه، ذهبت والله ميمونة ورمي بحبلك على غاربك، أنت ماشي بقى بمزاجك كده بتعمل اللي أنت عايزه، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. فشهدت لها السيدة عائشة بأنها كانت أشدهم تقوى لله وأكثرها رعاية لصلاة الأرحام، فهي كأنها بتذكره أنت إزاي يعني خالتك ميمونة التي كانت أتقانا لله وأوصلنا للرحم وأنت ربيب بيت النبوة يحصل منك الموقف اللي كانت بتلومه عليه. فكان ضمن سياق هذه المروية إثبات هذا الكلام الطيب في شأن السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها على لسان أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. والخبر ده بيفيد أن ستنا ميمونة ماتت قبل ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها. إحنا طبعا في السرد، سرد رواية الحديث لأمهات المؤمنين عشان نأكد كذب من يدعي بأن الحديث لم يهتم به وأن الحديث لم يحفظ وأنه لم يوثق، والطعن في السنة المتكرر بين الحين والحين. إحنا بناخد بيت النبوة زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن وعلى نبينا الصلاة والسلام، بناخدهم بالترتيب بحسب الأكثر رواية. فابتدينا بأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعد كده انتقلنا إلى السيدة أم سلمة، ثم إلى ستنا ميمونة رضي الله تعالى عنها. فروت أم المؤمنين السيدة ميمونة الحديث الشريف، السيدة ميمونة روت الحديث الشريف، وهي بتيجي مباشرة بعد أمنا الست أم سلمة، يعني ستنا عائشة الأكثر رواية، ثم السيدة أم سلمة، ثم السيدة ميمونة، كل ده في الترتيب حسب كثرة الرواية للحديث. وروى لها أو روي لها في الصحيحين البخاري ومسلم حوالي 7 أحاديث، انفرد الإمام البخاري بحديث والإمام مسلم بخمسة أحاديث، وروى عنها عدد كبير وأغلبهم من محارمها ستنا ميمونة. يعني روى عنها ابن عباس، وده حبر الأمة، سيدنا ابن عباس ابن أختها، سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن أختها أم الفضل، روى عنها كتير جدا، وهو يعني هو من هو. وابن أختها الثاني برضو روى عنها اللي هو عبد الله بن شداد، وابن أختها الثالث عبد الرحمن بن السائب، وغيرهم كثير زي ابنها برضو ابن أختها الرابع يزيد بن الأصم اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه. فدول من محارمها روى عنها كتير، لأن كان في سهولة أنهم بيدخلوا على يعني أمهات المؤمنين، واللي هي السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها. روى برضو عنها من طلاب علمها كريب مولى ابن عباس، كان اللي هو عند ابن عباس بيعمل عند ابن عباس، وكان بيدخل على عنده سهولة في الدخول على أمهات المؤمنين. ومولاها سليمان بن يسار كان برضو، عطاء بن يسار وعمران ابن حذيفة، ومولتها ندبة والعالية بنت صبيع وأم منبوذ، كلهن الموالي بتوعها دول كمان يبقى القرابة بتاعتها كانوا طلاب علم ليها.
ينقلون عنها الحديث الشريف، لأن دول عاشوا مع النبي، زوجات النبي رضي الله تعالى عنهم عاشوا تفاصيل كثيرة مع حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيرتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عظيم، وهم كانوا يرقبونه صلى الله عليه وسلم ويلاحظون جميع أفعاله وينقلون ما تعلموه، سواء كان النبي بيؤمر به بشكل مباشر أو بيشوفوه من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لو جيت تبص في سيرة ستنا ميمونة وروايتها للحديث، هتلاحظ أن مرويتها توزعت على هؤلاء الرواء السابق ذكرهم والقليل الآخر الذي لم نذكر، وأغلبهم أغلب طلاب العلم لستنا ميمونة كانوا من محارمها، ومن ضمنهم كان الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. إضافة إلى أن مرويات ستنا ميمونة غلبت عليها الصفة العملية، يعني إنها بتصف السنة الفعلية، بتصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ومع أهله. إن إحنا طبعا عارفين السنة قولية اللي هي الأقوال المباشرة من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو السنة الفعلية التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي كان يشهدها الصحابة الكرام وتشهدها في بيت النبوة آل بيت النبي، وكذلك زوجات النبي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وده اسمه السنة العملية، بيشوفوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويروه، أو التقريرية وهو إقرار النبي لبعض الأفعال التي كانت يبلغه أنها فعلت أو أنها كانت بتتعمل قدامه فيقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ده كله يندرج تحت عنوان كبير اسمه السنة. روي عن ستنا أم ميمونة في كتير من أبواب العلم، زي أبواب الطهارة والصلاة وغيرها رضي الله تعالى عنها. هي مروياتها ما كانتش كتيرة قوي، لكن مضمون المرويات كان دقيق جدا. وعاشت ستنا أم المؤمنين السيدة ميمونة في البيت النبوي حوالي 3 سنين، يعني 3 سنوات، وبقيت بعدها إلى عام 51 هجرية. 3 سنوات، وإن كانت الحقيقة مدة قصيرة، إلا إنها سمحت لها بأنها تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأحاديث. ساهمت الحقيقة الأحاديث اللي هي راوتها أم المؤمنين في إعطاء نظرة لينا مفصلة عن حياته صلى الله عليه وسلم في بيته، ودي ما فيش بيت مسلم ما بيحتاجش إليها. يعني بتشوف أحوال النبي في كل شيء، ومش ترويها بس أم واحدة من أمهات المؤمنين، ده بدءا من السيدة عائشة والسيدة أم سلمة وستنا ميمونة وستنا حفصة وغيرهم من زوجات النبي، أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا وأرضاهن. فهذا النقل الحثيث والدقيق لتفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال النبي وأقوال النبي، وهو الغالب في نقل أمهات المؤمنين، يعني الصفة أن تلاقي السنة العملية كتير لأنهم شافوها، والفعل كمان يعني شايفين أفعال حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطرائق النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل معهن ومع الأولاد ومع من يدخلون عليه ومع صحابته الكرام، جوانب نقلت من داخل بيت النبوة على يد أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وكفى بستنا ميمونة شرفا، وإن كانت يعني هي عاشت الفترة القصيرة دي، إن قصة زواجها من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام نفسها فرع من الفروع المهمة جدا في الفقه الإسلامي، اللي الحقيقة قصة الزواج دي يعني كانت حواليها كتير من الآراء، كثرت وتعددت حول ذلك الآراء الفقهية، وفتح باب من الاجتهاد العلمي الكبير يفيد منه الفقهاء وينتفع به الناس في حياتهم، لأنه عمل الفقهاء في النصوص الشرعية، الفقيه المجتهد اللي ليه نظرة في اللي بيعمل في النصوص الشرعية، فكل فقيه له فهمه، فهوم العلماء فهوم أهل الاختصاص بتفتح أبواب من الرحمات على الناس، لأن الناس بتتعدد طرائق حياتهم، الناس ليهم تعددات في أنماط الحياة نظرا لاختلاف الثقافات. ده في داخل البلد الواحد بيختلف الناس،
في طريقة المعيشة، في طريقة التفكير، في طريقة الحياة. البيئات بتأثر على نمط الإنسان الحياتي، فبالتالي الأخذ والرد وبيكون في اجتهاد من قبل الفقهاء والعلماء بيجعل الحياة يسيرة، لأنه هذا الدين روحه التيسير لا التعسير على الناس. فحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته الكرام ونقل أمهات المؤمنين لنا هذا العلم بهذه الدقة، سواء فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، هو أيضا من تأييد الله الكريم لرسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم بحفظ سننه، سواء كانت أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أو أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أقر به النبي عليه الصلاة والسلام. ورضي الله تعالى عن جميع أمهات المؤمنين، واللهم صلي وسلم وبارك على نبي الرحمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة من الحاجات المهمة اللي وإحنا بنقرأ في سيرة السيدة ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا معنيين بقضية رواية الحديث وحفظ سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه من تأييد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وجود أمهات المؤمنين، عشان كل أم منهن رضي الله تعالى عنهن، ورضي الله عن جميع وعن آل بيت النبي الكرام وعلى صحابته وعن صحابته الأبرار. كل واحدة منهن بتاخد جانب من جوانب النبوة الشريف وبتنقله للأمة، نقوم إحنا نحيا بأنواره في حياتنا. من الأمور المهمة اللي لازم ننبه عليها، إنه من ضمن الحاجات اللي ساعدت على كثرة مرويتها مقارنة بغيرها من أمهات المؤمنين، إن هي رغم كنها آخر يعني من آخر ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من نسائي، أمرين. أول حاجة تأخر برضو وفاتها رضي الله تعالى عنها، ودي حاجة أنا لاحظتها في مع أكثر من زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، عشان حتى اللي كانوا بيطعنوا في كثرة زيجات النبي، شوف كم وعدد السنين، يعني هي لم تمكث إلا عدد يسير من السنوات، لكن ما بعد ذلك إنها مكثت فترة وماتت 51 هجرية، فده يعني أتاح للمسلمين إن هم يروحوا لستنا ميمونة وينقلون عنها العلم ويسألونها عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ويتأكدون منها في أمور كثيرة. ومن الأمور برضو اللي أدت إلى إنه كثرت مرويات ستنا أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، إنه أحد المكثرين من الرواية من محارمها. مين أكتر الناس اللي كان بيروي؟ سيدنا ابن عباس. سيدنا ابن عباس ده يبقى ابن أختها، يعني هي تبقى خالته. فسيدنا ابن عباس كان بقى متخصص في العلم، كان من آل بيت النبي الكرام رضي الله تعالى عنهم وعنهن جميعا، وكان معني بذلك، ده حبر الأمة، فنقل عنها كتير، لأنه بلا شك إنه دخوله وسهولة دخوله عليها وسؤالها بما أنها خالته في كثير من القضايا المختلفة، ده أدى إلى كثرة المرويات عنها، لأنه أحد تلامذتها وأحد طلاب علمها ابن أختها سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهن، لأن طبعا كان لأمهات المؤمنين حرمة خاصة، فما كانش رضي الله تعالى عنهم جميعا، ما كانش أي حد بيدخل عليهم في أي وقت، يعني كان في نظام وحرمة خاصة، لأن دول أمهات المؤمنين وزوجات النبي رضي الله تعالى عنهن. سيدنا ابن عباس بما أنها خالته فكان هو من محارمها، كان بيقدر يدخل أي وقت ويسأل اللي عايزه، وبالتالي كل هذا العلم أثبته عنها. وهكذا كانت أمهات المؤمنين معلمات للحديث الشريف، ده بجانب إن سيرة أمهات المؤمنين المباركة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أبواب للعلم والمعرفة، ده بجانب تلقيهن للحديث الشريف بشغف وحرص وعناية ودقة، ومش كده وبس، ثم تعليمهن رضي الله تعالى عنهن هذا العلم المبارك للناس رجالا ونساء، لأقاربهم حتى الموالي اللي بيشتغلوا عندهم، يعني
البيوت ساعتها في زمن النبوة، الصحابة الكرام درجات في تلقي العلم، في طبقة كانت متخصصة جدا، لكن بمختلف درجاتهم كان هناك الشغف في طلب الحديث، كان هناك الحرص على تلقي سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام القولية والعملية وكل والتقريرية بدرجات ومستويات كثيرة. حتى الموالي اللي كانوا عندهم يصبحوا بعد ذلك طلاب للعلم، سواء من الصحابة الكرام أو طلاب لعلم أمهات المؤمنين. فكانت البيوت في ذلك الزمن الشريف أغلبها طلابا للعلم، المدرسة النبوية تخرج فيها الكثير من الصحابة الكرام رجالا ونساء، أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ولا ينكر ذلك، ولا ينكر ذلك الحق إلا مكذب بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به.